هذا اول ظهور ديالي من بعد لاله العروسه. ما شاء الله شرف لينا والله، يبارك فيك. جيت شرف لينا عندك اختي الغاليه محمد ولدي وغزلان بنتي، الله يحفظك ليها العائله ديالهم تبارك الله، رحبوا بيا الله يخلف عليهم. انا على الحاد كاع. اش كتصايب؟ راك حاد كاع ضروري وخاف يموت من العزل والصاد والحرارة. ما كنا في العزل كنتو معنا، راه ما العزل ماشي مشكل، ماشي خسارة في الحباب. بعد احبابنا كي بقيتو لاباس عليكم بخيرين شوية لاباس؟ الله تكونوا بخير على خير، تكون صحتكم مزيانة دائما وابدا على بركة الله. كي جات الشلاضة زوينة؟ الناس راحات كينا؟ لا لا مزيونة صراحة، زرعتي اللي أول مرة نعملو به. ياه مزيونة بالفعل والله. تبارك الله ما شاء الله. نتلاعب هو ممكن كيتفرج في برنامج ديال عروسة راه كانت معانا، هما اللي داو اللقب هذا عاد، كنت معانا بالخير يا ربي. واش عاد ديك شحال هذه الفرح اللي عندكم عندكم ودابا كتب. وهي أصلا الأصول ديالها يعني جدانا. جيت كالاس. عند الجويدة ديالها، كيما جات عندنا مرحبا بها ألف مرحبا. وفرحات لو جا العاد ولا الخضوء. ايوا كنشوفكم تبارك الله وجدتوا ليها ما شاء الله. هاد الحوايج انا جبتو لراسي، قلت ليهم راه كيحمقني الحوت الشطون مع اليوم السبت ضروري، واخا كنخصكم تقليوها لنا بالكامل. بركة الله بسم الله الناس راه تبارك الله ما شاء الله وجدوا الوكا. ما الغزلان مالا عييت غزلان فيها النعاس وفيها الزعاف وفيها الهخ والحرارة كلشي العافية. سينيا درت لي في سينيا قبلوا علينا صافي. واو يا سلام، عشرة كيلو الحيط قيد. شحال جيت؟ نمشي نجيب دابا شبيكة من الدروس هنا. جد الله. أصلا طيب يعجبني الصراحة في الجنة. دابا خالتي نجية بشحال هذه مسكينة من الحجر الصحي ديال العام اللي داز. هي كتقول لك وقتاش نجيو عندكم ان شاء الله نشوفوا الجريده ديالكم. ها هي جات ضروري والله الا هاد العنب كنخليوه ما كندوقوش حنا ما كناكلوش، كنخليوه تيجيو الناس الحباب العزاز باش ماشي يجي شي واحد يقول لك ما دقناش حنا. والله العظيم الا كنخليوه غير للحباب. عندك النحله ياك ما عطاتك النحله كيكيو علي النحل كتجمع علي النحل. تبارك الله ما شاء الله. دابا صافي هذا فوق الصيف. ما بقى والو، بقى شي حاجه قليله. العناقيد الاخيره عاتي باقي رافعين ولكن ما العشيه نطلع لي له انا جني. ما عندنا كيفاش نعملو العشيه نطلع لي له ان شاء الله ونشوفو شي واحد اخر. هو هذاك راه هذا. بسم الله وثق اللحظه شوفو راه يلا سربو دغيا اجي واش هاد العلاقه اللي بقاو تاخذوه ما بقاش شحال واحد عرفتي شحال اللي حلو 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 ما شاء الله. واحد الحلاوه واحد الحلاوه روعه روعه ما شاء الله. احسن ديك الابيض. يلا ندوزو للبرقوق دابا. شوف غير داك الطايف اصلا تبارك الله طاف كامل هو اصلا كيبقى هذا ممكن اخر برقوق كان في هذا الفصل هذا في المغرب كاع هذا العام هذا هو اللي باقي كيبقى هو الاخر ما شاء الله تبارك الله كيبقى هو الاخر. واخا تشوفوا هكا هذا هو اللون ديالو هذا الطيب الطيب دوزنا الكحل دوزنا الابيض دوزنا الاحمر هذا اللوين هذا كما كتشوفوا كحل محمر مزرق الخير الله تبارك الله الخير الله.
ان شاء الله تبارك الله. والله ما كان كاين حتى شي واحد عاد كياكل منه، والله ما كندوق. الناس عزاز وغاليين، حيت دابا كلشي كيقول لك ما كرهناش نجيو، كيتصلوا في الواتساب خليونا حقنا خليونا حقنا. حامل راسنا على قبلكم. ايوا شتي المشاهدين العزاز، ها بالصحة والراحة، يستاهلوا كل خير، تا هما كيشوفونا وكيشاهدونا. يستاهلوا كل خير. حنا فرحانين الحمد لله. هذاك مكان. الله يربي كيزيد. بالصحة والراحة. تبارك الله على الشرفه ديالنا، وخالتي نجات العزيزه مرحبا بك. تبا كيما شفتوا واخيرا خالتي نجات، مرحبا الف مرحبا، شرفتينا والله العظيم. بارك الله فيك وليدي، مرحبا بالمشاهدين ديال محمد، ومرحبا بيا في القناه ديال محمد. بارك الله فيك. كما كتعرفوا المشاهدين، السلام عليكم. هذا اول ظهور ديالي من بعد لاله العروسه. ان شاء الله شرف لينا والله. شرف لينا. عندك اختي الغاليه محمد ولدي وغزلان بنتي. الله يحفظك ليها. العائله ديالهم تبارك الله، رحبوا بيا الله يخلف عليا. مرحبا بيا في القناه ديال محمد والمشاهدين ديالو، مرحبا بيا عندكم. ونتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم. الله يحفظك بارك الله فيك. قولي لايك. الله يخلي لك الصحيحه. خالتي غزاله متسبعه وفيه. وييه كل شيء، حتى البنت ديالها كتقول لي راه ديما كندير لكم لي لايك. بارك الله فيكم ليلى اختكم، مرحبا بك خالتي ناجيه. كيف ما كتعرفوا راه اكيد كلكم تقريبا غتكونوا كتعرفوها، هي الام ديال محمد والنسيبه ديال رحمه اللي فازوا في لاله العروسه البرنامج 2020. ايوا هادشي اللي جاني لفمي. كانت عزيزه عند لاله الغاليه، وهي عاتاني كيتبادلوا نفس المحبه. الله يحمرها دار. فين هي الفوطه اللي خلات لك؟ الكادو اللي خلات لك؟ هذيك عندي مطويه محيد، الله يجعل سيد ربي يعطيها الستره. وما تمنت مع وليداتها والدخول عليهم ديك الدويره بالصحه والسلامه، وديك البنيته ربي يخليها لهم خلي لها مول الدار. ونطلب الله يلاقينا في الخير. امين يا رب. الله يجيك الخير وقبل عليا. وشكرا شكرا نجد تفتش عليا. جينا عندكم القناه. شي مسكينه جات عندنا حتى لهنا، والله الا جات عندنا حتى لهنا الله يخلي لها الصحيحه، والله يحفظك، والله يشافي يمك ان شاء الله باذن الله. الله يشافيها ويعافيها. دابا خصك دير التعادل وتمشي عند الكازا ياك. ان شاء الله. مرحبا بها. مرحبا بها. نجي والله حتى نجي مالك يا ربي نجي. مرحبا بها. أ محمد راه ماشي غير في لوطي اللي كاينه الماكله، راه حتى هنا كاينه الماكله. هذه الوصفات الطبيعيه. صميت. ها هو صميت البلدي. العنب طبيعي، البرقوق ديال محمد كيما شفتوا طبيعي. البركه وصافي، ها الزريق تبارك الله. رابط لتحت نجيبها لها حيت مسكينه ما كلاوش الكرموس. جيتو معاها في الاخر غير سمحوا لنا وصافي. غير شفتوا على البركه. المهم مرزوقين حنا ذقناه. هادشي اللي كاين. تبارك الله علينا لطيفه. حشومية. كانت زغرت في العرس. شي كلمه شي كلمه. انا شربت الماء دابا. واش داك تمشي للعرس؟ ايوا شي نعمه الله. ما برحتش في الغرامه كيخصها تبرح عندك الساعه. ايوا بالصحه والراحه. وخالتي ناجيه مرحبا بك، ولهلا خطيك، وشرفتينا في القناه ديالنا. والله يكثر خيرك والله يكبر بك. الله يحفظك. مرحبا بيا في القناه محمد. شرف كبير لينا والله. المشاهدين كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. الله يجازيك خير. ولي لايك لي لايك لمحمد، وانا ديما تنتبعو. الله يحفظك والله الا شرف لينا. شكرا عليك. يلا كلمه اخيره لكم المشاهدين. ليهم الصحه والسلامه، والله يرفع علينا هذا الوباء. اللهم امين. شي حاجه الله يسهل عليه. ونكون قلبنا بيض وصافي. هذاك ما كان. اللهم امين يا رب العالمين. الله يخليكم الصحه.